توجه إلى مراسلنا في طهران حازم كلاس. حازم، لأول مرة إيران تعلن مقتل 21 عنصر من لوائي فاطميون وزينبيون. بالتزامن مع هذا هناك تصريحات للمقر العسكري الإيراني في سوريا لتركيا وتداعيات استمرار الهجمات، وأيضا التصريحات التصرف بحكمة وأن طهران تقف إلى جانب دمشق لطرد الإرهابيين. كيف تقرأ هذه التصريحات وهذا الإعلان وماذا يعني في هذا الوقت؟ لا شك أن التحرك الإيراني الذي جاء على مستويين، المستوى الأول هو ما أشرت إليه عسكريا، ولأول مرة بهذه الصيغة يصدر عن المركز الاستشاري العسكري الإيراني في سوريا كما سمي، أو بمعنى آخر قيادة القوات العسكرية الإيرانية وحلفائها في سوريا. هذا البيان الذي صدر ليلة أمس كان يعني يحمل صيغة مختلفة بالكامل، يقول بأن القوات التركية كانت على مرمى نيران القوات الإيرانية وحلفائها ولكن لم يتم استهدافها طوال الأشهر الماضية، وبالمقابل يقول أنه سقط من القوات الإيرانية وحلفائها 21 من لوائي فاطميون وزينبيون كما أشرت، وتم تشييع بعضهم اليوم في مدينة قم في جنوب العاصمة طهران. هذا البيان الذي صدر بهذه الصيغة العسكرية يعني يدعو بشكل أو بآخر إلى عدم المواجهة، عدم الصدام. بالمقابل هناك مستوى آخر يتم التحرك عليه من خلال اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، وكان لافتا أن يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأوضاع بإدلب لا شك أوضاع مقلقة، هناك خشية من قبل طهران بأن يتم الإطاحة بما حققه مسار أستانا. مسار أستانا بالنسبة لطهران هو مسار مهم جدا، هو ترجمة لما حققته طهران وقواتها وحلفائها على الأرض بالتعاون مع قوات النظام السوري سياسيا، لذلك أي توتر في المنطقة بحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يكون في صالح أحد، وهنا يتقاطع مع البيان العسكري الذي صدر عن إيران بشكل أو بآخر. نعم، هي لهجة تدعو إلى التهدئة في ظل التوتر التركي الروسي والتوتر الذي يحصل في منطقة إدلب بشكل عام. إيران تقول أنه لا يمكن إبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه، بالتأكيد لابد من وحدة الأراضي السورية كما تقول، ولكن بالمقابل تدعو أيضا إلى تحييد المدنيين ومحاربة الإرهاب. نعم حازم، بما أننا نتحدث عن الدعوات حازم، كان لذلك هناك لذلك هي ترى بأن العودة إلى الحوار. نعم، كان هناك دعوة إلى قمة سريعا. نعم، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه حازم، كان هناك دعوة إلى قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية. صحيح، هذه الدعوة أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصاليه الهاتفيين، وبحسب بياني الرئاسة حول هذين الاتصالين فإن الرئيسين أردوغان وبوتين رحبا بهذه القمة، وبحسب روحاني يمكن لإيران أن تتدخل على المستويين السياسي والأمني من أجل حل هذه الخلافات بما يرضي الدول الثلاث، تركيا وإيران وروسيا، فيما يتعلق بحل قضية إدلب بالتركيز على القواعد. نعم، التي اتفقوا عليها في مسار أستانا، وهي وحدة الأراضي السورية، محاربة الإرهاب، تحييد المدنيين، وبطبيعة الحال يعني حل قضية إدلب بشكل نهائي. نعم، إيران لا تريد لمسار أستانا أن يفشل، لا تريد أن تخسر النتائج السياسية لما حققته ميدانيا على الأرض كما تقول طوال السنوات الماضية، ولا تريد أن يسمح كل ذلك بتدخل أمريكي أو تدخل لقوات الناتو من خلال هذه التوترات الحاصلة بين تركيا وروسيا وإيران أيضا والنظام السوري في إدلب. شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران حازم كلاس، وأيضا الشكر موصول لمراسلنا من ريف إدلب إبراهيم.